اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر مباشر من مدينه الرشيديه، يعني اغلب مقاهي المدينه متابعي قناه شوف تي في واللي كنشوفهم في هذه الاثناء عشرات من المواطنين يتوافدون على المقاهي لحضور مقابله المنتخب الوطني المغربي ضد مالي لاقل من 23 سنه. نتمنى لهم التوفيق متابعي قناه شوف تي في، وايضا نشوفوا الرايه المغربيه المتابعي قناه الشعب انها ترفرف في كل دول العالم. في هذه الاثناء متابعي قناه شوف تي في ومن قلب مقهى شعبي ومن اعلى قمه متابعي قناه شوف تي في، مراسل قناه الشعب يرصد لكم اجواء حضور مقابله المنتخب المغربي ضد مالي، وعشرات من المواطنين يتوافدون على المقاهي لحضور المقابله. دائما نجدد الترحاب والتحيه لكل المتابعين والمتابعات. هذه الاجواء متابعي قناه الشعب من قلب مدينه الرشيديه وتحت درجه حراره اكثر تقريبا من 40 درجه في هذه الاثناء. الا والساكنه الحمد لله، وعشرات من المواطنين يتوافدون الى المقاهي الشبابيه وايضا المقاهي الشعبيه لحضور المقابله القويه ضد المنتخب، مقابله المنتخب المغربي ضد نظيره المنتخب المالي. واللي كنتمناو متابعي قناه شوف تي في في نصف النهائي اننا ان نرى المنتخب الوطني المغربي متوفق ويعني متوفق على نظيره المالي. بالتوفيق والنجاح والسداد ان شاء الله للمنتخب المغربي ضد نظيره المنتخب المالي. هذه الاجواء متابعي قناه شوف تي في من قلب مدينه الرشيديه، وعشرات من المواطنين يتوافدون للمقاهي الشعبيه والشبابيه بالمدينه. Thank you.
تطبيقات متابعي قناة شوف تيفي على المنتخب الوطني المغربي أقل من 23 سنة، ربما الحمد لله أن المنتخب الوطني المغربي يعني لعب بامتياز على ضد نظيره المالي. نتمنوا له إن شاء الله التوفيق والسداد متابعي قناة شوف تيفي، ونراه يعني ونشوفوه يعني في أولمبياد باريس. ربما تمركها واحد.